يقول حلفت بالطلاق بالثلاث على زوجتي ألا تزور جار لنا أبدا إلا في حالة الموت، وذلك لأسباب أخشى من وقوع الفتنة بين زوجتي وزوجة أخي، علما بأن باب منزلي مقابل باب منزل هذه الجارة، فكيف أتصرف؟ هذه مسألة طلاق، والطلاق يرجع فيه للمحكمة، ترجع للقاضي أو إلى دار الإفتاء لينظر في الموضوع ويأخذ إقرارك وكلامك والاستفصال منك، تروح للمحكمة أو لدار الإفتاء. نعم.